في هذا الحفل الصوفي في باكستان، يجول هؤلاء المنشدون بين التآلفات الموسيقية والارتجالات المتقنة على مدى ساعات، فيما الجمع من الحضور غارق في حالة من النشوة. تلك هي موسيقى القوالي، الفن الذي شكل على مدى عصور طويلة رابطاً اجتماعياً قوياً يجمع سكان المدن بأهل القرى في الاحتفالات الدينية والمحلية في باكستان. ثمة أمر ما في موسيقى القوالي يجذب أي شخص، يحرك أمراً ما في داخلك، يجعلك تصغي بشغف. قبل عامين أصيب أمجد صبري، أحد أشهر المنشدين الصوفيين في باكستان، برصاصات قاتلة في وضح النهار في حادث وجه ضربة كبيرة لهذا الفن الإسلامي القديم. الوضع صعب للغاية بالنسبة إلينا الآن، ما يحدث حولنا استحالة للأسوأ. بعض الأشخاص الذين كنت أصنفهم معادين باتوا بيننا، ومن الصعب علينا أن نفهم لماذا يقتلوننا. لكن الاضطرابات الأمنية والهجمات ليست السبب الوحيد في أفول نجم هذا الفن، بل إن نمط الحياة السريع جعل الكثير من الموسيقيين الباكستانيين يبتعدون عن قاعدتهم الشعبية، كما أن جيل الشباب يهتم غالباً بأنواع أخرى من الموسيقى. الجيل الجديد يهتم الآن بأنواع أخرى من الموسيقى، لا يعرف ما هو القوالي والمعنى الحقيقي لهذه الموسيقى. ويسعى هؤلاء المنشدون والمستمعون إلى الحيلولة دون اندثار هذا الفن الذي تعود جذوره إلى القرن الثالث عشر.